دلوقتي انا اتعلمت الشغلانه بسبب ان هي كانت شغلانه مشهوره في الاول، هي انقرضت دلوقتي. فانا كنت شغلانه مشهوره، وكان ابويا الحمد لله كان مشهور في اسماعيليه وكان له وضعه، فحبيت الشغلانه عشان خاطر الناس بتيجي لابويا تقول له الجلابيه ومش والجلابيه. وانا كنت صغير ما كنتش عارف قيمه الجلابيه بالظبط. فاللي حببني في الجلابيه ان الزبون عمده، غفير، فلاح بسيط، اي حد كان زمان الاول كان بيحب يلبس الجلابيه. صعب اللي في الشغلانه ديت ان في شغل زي ما قلت لحضرتك يدوي، احنا بنركب الاطان، ده شغل يدوي اهو. مفيش غرز باينه اهي، الجلابيه من ظهرها اهو، مفيش فيها غرز باينه، مكنه خالص. بنركب اطان زي كده، دي جلابيه بلدي، ده الشغل ده يدوي، ده اصعب ما في الشغلانه البلدي او الجلابيه عامه، الشغل ده كله يدوي اهو. اول حاجه المقص، وبعد كده الشغل اللي قلت لحضرتك عليه الصعب اللي هو البلدي. اول حاجه المقص، بعد كده الشغل اليدوي. مش اي صنايع دلوقتي يعمله، دلوقتي الشغلانه ديت ماشي يعني، يعتبر شغاله في الصعيد، شغاله في الشرقيه. احنا هنا عشان في اسماعيليه، فالشباب ما بي يعني الشباب ما بي ما بيحبش ال يعني ما بيلبس، بيقفز، بيضيق، بيعمل الجواكت، لكن ملوش في الجلابية غير التاجر. كان تاجر ان كان فلاح. الحمد لله انا احاول ان انا اعلم ابني الشغلانه، لان هي دي مصر. هي الجلابية البلدي زي ما بقول لكم ان هي مصر، معروفه بالجلابية البلدي، هو ده الزي بتاعنا.